هم خمسه سنسوز وهيحرق دماغنا من كده. زي حاسه التصارع اللي بتعرف بالحركه بتاعتك، زي مثلا لو انت مسكت كيس فيه فراوله، مسكته كده قلت ده كيلو فراوله، عرفتها منين؟ حسيت ازاي ان ده كيلو مش 2 كيلو؟ دي حاسه الكتله، دي برضه موجوده عندك، ما هياش اللمس. من ايه؟ قول لي الكومباينيشن اللي يخليك تعرف دي. ايه؟ انا مسكته ورفعت كده بس عرفت ان دي كيلو فراوله، هعرفها منين؟ لا ده في حاسه اهم من كده، والناس بتشوفها وبتعديها كده وبترميها على حاسه ثانيه مع ان مش الصح. يعني انت ازاي بتعرف ان الدنيا حر او برد؟ ناس هتقول لك حاسه اللمس. بس عادي، ما انت ممكن تبقى لابس هدوم مغطياك كلك وبرضه هتعرف ان الدنيا حر او برد. الاحساس بالحراره دي حاسه لوحدها قائمه بذاتها، مالهاش دعوه بحاسه اللمس. وحتى في جزء في المخ هو المسؤول عن عنها، لو في عندك مرض في الجزء دوت مش هتحس بتغييرات الحراره. ممكن تتجمد وتموت وانت ما انتش عارف وما حسيتش بالبرد. فيعني المهم كان لازم نعرف ان هم الحواس ما هماش خمسه بس زي ما كانوا بيقولوا لنا في ابتدائي وكي جي. لا هم الحقيقه الحواس اكتر من كده. والسنسيتيفيتي بتاعت الحواس بتختلف من شخص للتاني. يعني الشخص اللي شغال مثلا في محل ذهب يقدر يعرف الفرق بين وزن الجرام وال2 جرام، حاسه الكود اللي عنده دقيقه. غير اللي شغال في بقاله مثلا ممكن يعرف الفرق بين ال 100 جرام وال 200 جرام بايده من غير ما نوزن. غير الانسان العادي ممكن يعرف الفرق بين الكيلو وال 2 كيلو بس مش اكتر من كده مثلا. فايفن الحواس نفسها بتختلف السنسيتيفيتي بتاعتها من شخص للتاني. طيب يعني سريعا كده، دي كانت مثلا دي حته انا ملخصها عشان من كتاب. لو بصيت كده لو قريت اللي مكتوب هتلاقي دي شويه حواس من اللي ممكن تحس بيهم. الاحساس بالالم نفسه ده برضه حاسه، الاحساس بالوقت انك تعرف ان الوقت عدى عليك ده حاسه، يعني تقدر تعرف ان احنا دلوقتي بالليل ولا الصبح. لو انت كنت نايم وصحيت مره واحده تقدر تعرف ان انت بالليل ولا الصبح حتى لو كانت اوضتك دايما ضلمه يعني، او الساعه كام دلوقتي. دي برضه احيانا الواحد بيعرف يحسها، تختلف من شخص للتاني يعني. فاحنا عندنا شويه حواس مش الخمسه دول، عندنا حبه كتير الحقيقه يعني. انا كتبت شويه بس منهم لكن هم اكثر من كده كمان. طيب فاحنا كده عارفين ان احنا ما يكفيناش بس خمسه سنسورز، لا احنا محتاجين نعمل اكثر من كده سنسورز بكومباينيشنز بقى من الحواس وبعضها والكلام دوت. بس طالما بنتكلم عن سنسور والسنسور ده هيقيس فيزيكال كوانتيتي، بتقابل لي دايما مشكله ان الفيزيكال كوانتيتي دايما بتكون انالوج. الحياه بطبيعتها انالوج ما هياش ديجيتال، فبالتالي لازم عشان تتحول ان هنتعامل ما بين انالوج والديجيتال سيستمز بتاعتنا لازم نحتاج الكونفرترز. يعني مثلا انا دلوقتي اهو علشان اتكلم والصوت يوصل في السماعه بيحصل تحولتين من المايك للسيستم اللي هو بيبقى كمبيوترايز اللي موجود دوت، محتاج نعدي انالوج لديجيتال كونفرتر، احول الصوت اللي انا بقوله انالوج ده احوله هنا لديجيتال عشان اقدر اعمل عليه بروسيسنج ايا كان نوع البروسيسنج، فلترنج بقى اي حاجه. وبعدين بعد ما اخلص البروسيسنج ارجع احوله تاني لانالوج بديجيتال تو انالوج كونفرتر عشان اوصله للسماعه انالوج، لان السماعه بتحتاج ان الانبوت اللي يكون جاي لها انالوج. اوكي؟ طيب فبالتالي السيجنال بتكون داخلاني انالوج احولها لديجيتال بالاي دي سي وبعدين نرجع نحولها تاني للانالوج بالديك. الانبوت بتاع الاي دي سي بيكون سيجنال سلكه واحده يطلع منها شويه اسلاك اللي هم الديجيتال، بينما الداك بيكون داخل له شويه اسلاك يطلع منه سلكه واحده اللي هي انالوج. اوكي هنبدا نتكلم عن الداك الديجيتال تو انالوج كونفرتر، طبعا هو يعتبر الاسهل في الاثنين. الديجيتال تو انالوج كونفرتر هناخد مثال عليه شيب داك 808. فكره الداك الديجيتال تو انالوج كونفرتر ان انا المفروض بيكون عندي انبوت ديجيتال وهطلع له الاوتبوت انالوج، تمام؟ عدد البوسيبل اوتبوتس اللي ممكن تطلع هي 2 اس ان، حيث ان هي عدد الانبوتس. يعني معنى كده
ان انا كل ما عدد الانبوتس اللي داخله للداك كتر، ده معناها الاوتبوت هيبقى شكله ايه؟ احسن ولا وحش؟ احسن. ليه؟ في ليفلز اكتر، فانا هكاد اكون قربت للانالوج الطبيعي، لشكل الانالوج الطبيعي. اوكي، كل ما عدد الليفلز دوت يزيد كل ما انا اقرب اكتر لشكل الانالوج. خد بالك انا عمري ما هعرف اوصل لشكل الانالوج الاصلي بالظبط، انا كل ما بزود بحاول اقرب اكتر لكن مش هوصل للاوتبوت الحقيقي. طيب علشان نحسب الاوتبوت بناء على الانبوت اللي داخل لي، فاحنا المفروض متفقين ان لما هيكون داخل لي كله صفار المفروض هيطلع لي اقل بوسيبل اوتبوت، لما هيكون داخل لي كله وحايد معناها هيطلع لي اعلى بوسيبل اوتبوت. اوكي، احنا بنقول اقل واعلى بوسيبل اوتبوت لان الاوتبوت بتاعتي الرينج بتاعها بيبقى متغير، يعني ممكن يكون مثلا زي ان اقل اوتبوت من 0 واعلى اوتبوت 10 فولت، السيجنال بتاعتي هتتراوح من 0 ل 10 فولت او من سالب 10 فولت لبوزيتيف 10 فولت. اوكي، يعني الرينج بتاع الاوتبوت اللي انا بعرفه، اللي انا ببقى عارفه عنه ان اقل بوسيبل اوتبوت هو اللي هيقابله في الانبوت اللي داخل لي صفار، واعلى بوسيبل اوتبوت اللي هو هيقابله في اللي داخل لي وحايد. تمام، لو عايزين بقى حاجه في الوسط، شويه صفار وحايد داخله، وعايزين نعرف الاوتبوت اللي هيطلع في الوقت ده هيكون ايه، نعرفها ازاي؟ في عندي معادله، سي ان انا عندي داك 8 بيتس، يعني في 8 بيتس، بنعوض في المعادله ديت ونضرب ده في الاي ريفرنس اللي هو اعلى انبوت اعلى اوتبوت ممكن يطلع. اوكي، فبالحاله دي لو انا مثلا اللي داخل لي كله صفار معناها المعادله دي الناتج بتاعها صفر، هيتضرب في الاي ريفرنس هيطلع لي الصفر. اوكي، اقل حاجه ده الاي ريفرنس. لو داخل لي هنا كل وحيد الرقم ده كله هيبقى بكام؟ يكاد يكون واحد، فالواحد هتتضرب في الاي ريفرنس، هو الحقيقه يطلع 255 على 56 اللي هي تقريبا واحد. اوكي، هتتضرب في الاي ريفرنس هيطلع لي ان الاي اوت هي الاي ريفرنس اللي جايه، فانا كده هقدر اتحكم في الاوتبوت بناء على الاي ريفرنس اللي داخلين. لا، اي كرنت، بص، ما هو من الكرنت للفولتج انت تقدر تحولها بريزيستنس، هنشوفها دلوقتي. شكل السيركت بيبقى بالطريقه دي. انا المفروض في عندي الريزيستنس اللي على الاوتبوت دي الار في المعادله بتاعتي، فلو انا معايا الاي ريفرنس اقدر اعرف بناء على مع الار اقدر اعرف الفي ريفرنس بكام. لو خدناها مساله كده بيقول لك افترض لو الار بتاعتي 5 كي والاي ريفرنس 2 ملي امبير، عايز احسب الفي اوت في الحالتين دول. اوكي، هنحسبها ازاي؟ دلوقتي انا عندي الباينري ده ومعايا الاي ريفرنس، من دول مع بعض هطلع الاي اوت. اوكي، الاي اوت هضربها في الار اللي عندي يطلع لي الفي اوت. اوكي، في الحالتين. تمام، طيب الكلام ده لو انا معايا انبوت معين وعايز اعرف شكل الاوتبوت المقابل ليه هيبقى قيمته قد ايه. طيب ماذا لو بقول لك باستخدام الداك انا عايزك تجنريت لي انالوج سيجنال بشكل معين، عايزك تجنريت الشكل ده، ايه السيكونس اوف انبوتس اللي محتاج ادخله على الداك علشان الاوتبوت اللي يطلع لي من الناحيه الثانيه هيطلع بشكل السيجنال دي. يعني سي مثلا ان انا عايز اجنريت ساين ويف. اوكي، عايز اجنريت ساين ويف، ايه الانبوت ان ديجيتال اللي هدخله بحيث ان يطلع لي الشكل في الناحيه الثانيه ساين ويف، الارقام اللي هدخلها على الداك بحيث يطلع لي الانالوج اللي خارج ساين ويف. حد يدي اي اقتراح كده؟ ماشي، بعد ما عرفنا الحاجات بتاع الساين انا عايز يطلع شكل الساين ويف. اوكي، فلو انا بفترض ان انا اللي هعرف اطلعه اصلا من 0 ل 10 فولت مثلا، انا مش هعرف اطلع فولت سيل، بس في الاخر انا عايز من 0 ل 10 فولت يطلع شكل ساين ويف. تمام، ماشي، هتطلعه ازاي؟ السيكونس اوف نمبرز.
يعني محتاج ادخل شويه ارقام، ومحتاج كمان يكون الفاصل الزمني بين الارقام ديت محدد علشان اقدر اضمن ان الناتج اللي هيطلع لي شكل الساين. طيب علشان نحسبها هقول لك هنفترض، ودي عشان نحسبها هنا دلوقتي في المحاضره، في العادي احنا بنحسبها بادق من كده. احنا دلوقتي السيتا اللي عندي بتتراوح من 0 ل 360 درجه، ايه بتاعه الساين، عايز اطلع ساين ويف، فانا عايز اطلعها عند كل نقطه من دول. فهنفترض للتسهيل يعني ان احنا هناخد الساين كل 30 درجه، فهنيجي نحسب كده من 0 ل 360 بفاصل 30 درجه، احسب الساين بتاعتها. اوكي الساين القيمه بتاعتها بتتراوح من كام لكام؟ من سالب 1 ل 1، سالب 1 عند ال 270 و1 عند ال 90. اوكي طيب الاوتبوت اللي هيطلع لي ده المفروض انه هيتراوح من 0 فولت ل 10 فولت، تمام؟ يبقى انا عرفت كده ان الحته دي هيظهر فيها 0 فولت، عايز الاوتبوت يطلع لي 0 فولت، وهنا انا عايز الاوتبوت اللي يطلع لي 10 فولت، تمام؟ نقدر نعرف الباقيين؟ نقدر نعرفهم، يعني مثلا عند الزيرو ده هيبقى كام فولت؟ 5، وده 5، ونقدر بالتعويض في المعادله او نستنتج المعادله يعني اللي هي بتاعت الطرفين في الوسطين دي، نقدر نعرف الباقيين كلهم هيبقوا كام فولت. هنحسب لكل واحده من دول المفروض ان يكون الاوتبوت اللي يطلع يكون كام فولت، يعني انا دلوقتي لو شفت الفولت طالع بالشكل ده هشوف شكله كانه ساين. اللي مطلوب دلوقتي بقى، طب الانبوت اللي مطلوب انه يدخل علشان الاوتبوت اللي يطلع يطلع بالشكل ده المفروض يكون كام؟ هنحسب الانبوت ازاي؟ احنا الانبوت بتاعنا لو احنا بنتكلم على 8 بت، ال 8 بتس بيتراوح فيها رقم من كام لكام؟ من 0 ل 255. ال 0 انبوت هتتحط هنا عشان في انهي حته؟ ال 0 هتبقى هنا عند اقل قيمه ممكنه، وال 255 هتبقى فين؟ ال 255 هنا عند ال 10 عند اعلى قيمه. اوكي؟ ما هو انا بدخل اكبر رقم اللي هو 255 هيديني اعلى فولتج، اقل رقم هيديني اقل فولتج. فبالتالي نفس الحكايه برضه، هنحط هنا الزيرو وهنحط هنا ال 255 والمفروض نحسب القيم اللي في النص. طب سؤال، هنا عند ال 180 دي هنحط كام؟ رقم كام؟ 100، يعني 100 هي ما تفرقش قوي، بس هو الحقيقه 128، لان 128 هو الرقم اللي في النص بالظبط. اوكي؟ فهنحط هنا 128 ونحسب باقي القيم. يبقى انا معنى كده لو اديت للداك السيكونس ده، يعني اديته 128 بعدها 192 بعدها 238 وهكذا، هيطلع لي الاوتبوت من الناحيه الثانيه شكله شبه الساين ويف. اوكي؟ طيب فانت المفروض تبقى تعرف تستنتج كده شكل الاوتبوت بناء لو اديتك شويه ارقام بالشكل ده. كانت مره في امتحان اديت سيكونس ارقام وقلت شكل الاوتبوت اللي طالع ايه، فانت المفروض تستنتج منه الاوتبوت. خد بالك انا هنا حسبتها كل 30 درجه، في العادي احنا بنبقى عايزين دقه اكتر فممكن نحسب كل درجه. اوكي بس يعني عشان مش هقعد انا اعمل 360 جدول 360 واحده هنا يعني. اوكي هيطلع لي عندي حاجات متساويه مفيش مشكله، يعني هيطلع نفس الرقم يجي مرتين لان احنا بنقربه في الاخر. لما تيجي تعوض في المعادله دي هتلاقي هنا عندي كسور وهنا عندي هيبقى فيه كسر، بس احنا هنقرب الرقم في الاخر وما بتفرقش معايا يعني. لا يعني بص تشيل هتقربها، انا كده كده بتكلم عن انالوج سيجنال خارجه من ديجيتال تو انالوج، طبيعي انها مش هتبقى سموز، طبيعي انها هتبقى متكتكه كده. كوانتايزد، اه ديجيتايزد، هي كوانتايزد والناتج اللي هيطلع لي الشكل ده انها ديجيتايزد. اوكي فانا عارف ان اكيد شكلها مش هيطلع كده، مش هيبقى سموز يعني، تمام؟ طبعا لو كان عايز اخليها مو سموز كان محتاج اعمل ايه؟ ماشي قلنا الستبس لحد 1 دقيقة.
هنحتاج بيتس اكتر، هنحتاج ان بدل ما انا اشتغل بداك كده، بدل ما اشتغل بداك 8 بيتس اللي هو اخره من 0 ل 55، انا ممكن اشتغل داك 10 بت. 10 بت ده هيديني لحد كام؟ 1024. ساعتها ده هيديني دقه اكتر، هقدر اطلع عمق دقه اكتر. طيب ده بالنسبه للداك. بالنسبة للاي دي سي بقى على الناحية الثانية، الاي دي سي ده اللي عادة بيشتغل مع السنسورز. يعني الداك ده الاوتبوت ديفايس، يعني من الكمبيوتر هنطلع انالوج سيجنال رايح على الاوتبوت ديفايس. لكن الاي دي سي بقى ده اللي بيشتغل مع السنسور. السنسور بيكون مديني فيزيكال كوانتيتي انالوج، وانا المفروض اني هحولها لديجيتال كوانتيتي. طيب السنسور او الترانسديوسر زي ما بنسميه ده ديفايس مهمتها تحول لي فيزيكال كوانتيتي لالكتريكال كوانتيتي. يعني انا الفيزيكال كوانتيتي مثلا درجه الحراره، درجه الحراره ديت دي فيزيكال، احنا لازم نحولها ل الكتريكال كوانتيتي. الكتريكال كوانتيتي دي ايا كانت، يعني تغيير في ريزيستنس، في تيار، في فولتج، اي حاجه، هي بس تجيلي في الفيلد بتاع الالكتريكال وانا هعرف اتعامل معاها بعد كده، بس يبقى حاجه تقابلها تغيير في الالكتريكال كوانتيتي. عارفين كده الترمومتر الطبي الزئبقي والترمومتر الطبي بالكهرباء ده، ايه الفرق بينهم؟ حد يعرف الترمومتر اللي هو بالكهرباء ده بيشتغل ازاي؟ ما هو بيتحط، لا مش قصدي بنستخدمه ازاي. هاو تو بيلد، مش هاو تو يوز. ايوه السنسور شغال ازاي؟ انزل بقى الليفل تحت شويه وعايزين نفهم السنسور بتاعه اصلا شغال ازاي؟ نعم؟ ماشي، لو الحراره بتغير في المقاومه الفولتج هيزيد او هيقل، بس هي الحراره هي اللي بتغير في المقاومه مباشره؟ يعني في حاله بسيطه بتحصل. حاجه بتتمدد بالظبط. الفكره ان انا بيبقى عندي معدنين درجه التمدد بتاعهم مختلفه، فانت لما الحراره بتزيد او بتقل يعني المعدن ده بيتمدد وينكمش، فلما بيتمدد او بينكمش التمدد والانكماش ده هو اللي بيسبب تغيير في المقاومه، فتغيير المقاومه دوت هو ده اللي انت بتقيسه وتحوله بعد كده بحسبه تقدر تستنتج منها درجة الحرارة. اوكي؟ طيب فهنا كانت مهمتي دايما ان انا عايز اوصل لطريقة تحولي الكتريكال كوانت فيزيكال كوانت الكتريكال كوانت. طب ده بالنسبة للقياس بتاع الحرارة. طب لو انا عايز اعمل ميزان الكتروني، حد يقترح كده انا ممكن اعمل ميزان الكتروني ازاي؟ ماشي، الاسبين دي هتعمل ايه؟ كل ما تحس ان في لود اكتر فالريزستنس هتتغير. ماشي، الكباستنس دي هتتغير لي ايه عندي؟ ماشي، الديستنس بتاعت الكباستنس ممكن تغير لي ايه؟ ما انا عايز الالكتريكال كوانتيتي، تيار، فولت، ريزستنس. ايه؟ دي سي قصدك ازاي يعني؟ ماشي اوكي. معايا على فكره لو انا قررت استخدم الكباسيتور وانا عارف ان السيركت اشغلها دي سي اقدر ادخلها على اي حاجه تحولها لي اي سي من دي سي لاي سي، بس الحقيقه احنا الموضوع ابسط من كده. هو كل ما في الامر فعلا هو السبرنج، والسبرنج ده بالمناسبه هو مش بيغير الريزيستنس، هو كل ما في الامر ان السبرنج ده بيبقى واصل في ريزيستنس، يعني شابك في ريزيستنس، والتيار لما بيعدي هي ريزيستنس كل بلوك منها ليه ريزيستيفيتي معين، فانا بدل ما هعدي في الريزيستنس بالكامل انا ممكن اعدي في نص ريزيستنس وربع ريزيستنس، هو بيتحرك كده على الريزيستنس نفسها. نعم؟ زي البوتنشيومتر، يعني حاجه زيه كده بالظبط، هي ريزيستنس متغيره.
فهو بيقعد يتغير، فبناء على تغيير الريزيستنس بنقدر نطلع الناتج. بس خد بالك بقى، كانت دايما من المشاكل اللي بتقابلنا ان التغيير ما هوش لينير. هنشوف الموضوع ده دلوقتي. تعالوا نتكلم الاول عن الاي دي سي اللي احنا هنستخدمه. هنشوف النهارده نوعين من الاي دي سي، وهنشوف ليه احنا هنحتاج نبص على نوعين مختلفين. اول نوع عندي الاي دي سي 848، دي تشيب بيخش عليه بيدخل عليها 8 شانلز، اوكي، والمفروض بيطلع الاوتبوت بتاعي 8 بت. طب الاي دي سي الطبيعي ان هو بيدخله كام سلكه ويخرج منه كام سلكه؟ واحد. طب ايه الثمانيه دول؟ يعني خارج 8 دي فاهمينها، لكن داخل 8 ليه؟ عادي بيركب على 8 ديفايسز في وقت واحد. 8 ديفايسز في وقت واحد. يقدر يوصل على 8 ديفايسز في وقت واحد. فاحنا عشان كده بنسميهم 8 شانلز. بس خد بالك هو بيوصل على 8 في وقت واحد، لكن مش هيكونفيرت غير واحدة بعينها في المرة. اوكي؟ نعم؟ أنت اللي هتختار. هنحط هنا سيلكتورز. طب سؤال، عشان اسلكت واحد من الثمانيه دول محتاج كام سلكتور؟ ثلاثه. هو بقى مش عنده ثلاثه، هو عنده خمسه. الخمسه بيتس دول هتلاقيهم باي دايركشن. ليه؟ لان انا بستخدمهم از سلكتورز ام اي 0 لحد ام اي 4، دول خمسه بيتس بنستخدمهم عشان نسلكت من الثمانيه دول. طب سؤال، ليه خمسه؟ ليه مش ثلاثه؟ لا، هم الثمانيه دول هيطلع عليهم الاوتبوت، لكن منهم خمسه. هو الفكره بيعمل ايه؟ انا بدخل هنا السلكشن على خمسه، ادي له امر اقول له نقي مين فيهم اللي انت هتكونفيرت. هو هينقي حاجه عشان يعمل لها كونفرشن، وبعدين ياخد الكونفرشن ويطلعه على نفس الاسلاك في الاتجاه الثاني. اوكي؟ ليه خمسه مش ثلاثه؟ ده سؤال وجيه. حد عنده اقتراح ليه؟ لا، هطلع وهسلكت بنعملهم من هنا. هنشوف دلوقتي السيكونس. دول السلكشن بس. خمسه سلكشن. ازاي؟ يعني ليه ياخد اثنين انبوت؟ مش هو الاي دي سي بياخد انبوت واحد؟ عشان يشيل نويز مثلا؟ طب ليه يعني؟ يعني هدخل اثنين، يعني الطبيعي ان الاي دي سي بيخش له سلكه واحده، ده ايه اللي هيخليه ياخد سلكتين؟ ايه؟ ليه؟ ماشي، سيبنا من ايه اللي بيحصل جواه؟ احنا ما دخلناش لسه جواه، احنا بس بنتساءل سؤال بريء، هم ليه خمسه مش ثلاثه؟ مع ان ثلاثه كان كفايه. الحقيقه هم خمسه لان الاي دي سي ده بيسبورت 8 شانلز، لكن كمان بيسبورت 3 مودز اوف اوبريشنز. يعني ايه بقى مود اوف اوبريشنز؟ اول مود ده بنسميه السنجل اندد. سنجل اندد ده يعني اللي هو المود العادي خالص، ان انا هنقي شانل منهم واطلع احولها لديجيتال واطلع الاوتبوت وخلاص، ده بنسميه سنجل اندد. في المود الثاني وده اللي بنسميه الديفرنشال. ايه ده بقى؟ دلوقتي ماذا لو كانت الجراوند بتاعت الديفايسز اللي عندي مختلف عن بعض؟ يعني كل واحده هتديني فولتج بس نسبتها للجراوند يختلف عن الديفايس الثانيه. فهنا بالنسبه لي مش مطلوب بس ان الديفايس تديني السلكه بتاعت الانالوج سيجنال بتاعتها، لكن كمان انا عايزها تديني السلكه بتاعت الجراوند بتاعتها، لان كل واحده عندها جراوند بتاعتها. اوكي؟ فاحنا هنا لو شغالين سنجل اندد اقدر اسبورت كام ديفايس في وقت واحد؟ 8. سوري، اقدر اكونكت على 8 ديفايسز. تمام؟ هكونفيرت دايما واحد. لكن لو انا شغال ديفرنشال هكونكت على كام ديفايس؟ اربعه. طيب في مود ثالث اسمه بسودو ديفرنشال. فكره البسودو ديفرنشال، ماذا لو كانت عايزين نجيب حاجه كده تكون وسط بين الاربعه وبين الثمانيه؟ يعني ايه؟ يعني انا الديفايسز الجراوند بتاعها يختلف عن الجراوند بتاع السيركت بتاعتي. بس لو كان كل الديفايسز ليها جراوند موحد، هو صحيح مختلف عن الجراوند بتاع السيركت لكنهم كلهم موجودين في السيركت الثانيه وليها الجراوند بتاعها. فهنا بنستخدم بقى السودو ديفرنشال. السودو ديفرنشال ايه بقى؟
ان انا باخد سلكه واحده واخليها دي الجراوند بتاع السيستم الثاني، واخد كام ديفايس بقى بعد كده مع بعض؟ سبعه. هاخد سلكه عشان اديها اخد بيها الجراوند والباقي بالشكل ده. يعني هنا لو انا عندي كان الانبوت اربعه مثلا، فالسنجل اندد هتبقى هاخد الاربعه كلهم. لو الديفرنشال هيبقى عندي اثنين واثنين، لو بسود الديفرنشال يبقى انا عندي واحده هتكون الجراوند والباقي اللي هو الانبوت. فبالتالي انا هنا مش بحتاج بس اني اكونكت الديفايسز وخلاص واسلكت واحده منهم، انا كمان بحتاج انا هسلكت مين وبانهي مود. عشان كده بحتاج السلكتين الاضافيين. عندي جدول، ده جزء من الجدول يعني هو مش كله. في ايه؟ في اف؟ ثانية واحدة، في ريف؟ في ريفرنس. ده الفولتج بتاع الريفرنس اللي هو الأكبر فولتج عندنا اللي احنا كنا بنحسبه قبل كده. الفي ريفرنس اللي هو أكبر فولت في السيركت بس اللي هنحسب منه. ليه؟ ما هو الاي جراوند ده الانالوج جراوند. ممكن يبقى اي قيمه، بس مثلا لو ان انا عايز الانالوج جراوند اللي عندي هنا يبقى قيمه مختلفه. اصل الانالوج جراوند ده مرتبط بالسيركت بتاعت الاي دي سي نفسه. لكن لو ان انا عايز جراوند مختلف. اوكي؟ طيب فهنا مثلا ده جدول بيقول لك لو انا حطيت على السلكشن لاينز كذا، خلينا في السنجل اند ده اهي، لو حطيت لو 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 هاي لو معناه ان انا بسلكت من شانل 1 از سنجل اندد. لو حطيت لو 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 اي حاجه معناه ان انا بسلكت شانل 1 كانبوت وشانل 2 جراوند. وممكن اسلكت العكس ان شانل 2 هي الانبوت وشانل 1 هي الجراوند في حاله الديفرنشال. فبالتالي انا بقدر اسلكت حاجات مختلفه ومتعدده. طيب الاي دي سي الايه؟ الريد بيحط ما احنا هنشوفها دلوقتي، هنشوف السيكونس بتاع الريد، ايه الريد دي وهنستخدمها امتى؟ يعني انا دلوقتي سي انا عندي 8 انبوتس 8 سلكات بس الحقيقه ان كل ديفايس ليها جراوند يختلف عن الثاني. فانا هاخد من الديفايس الانبوت سيجنال بتاعتها وهاخد كمان الجراوند بتاعها. يعني دي ممكن تكون 10 فولتج بس نسبتها ل 0 فولت الجراوند بتاعها، بس ممكن هي نسبتها لحد تاني تبقى 50 فولت. اوكي؟ فاحنا عشان كده ببقى عايز لكل شانل السيجنال والجراوند بتاعها اللي هي محسوب بالنسبه له. اوكي؟ طيب. كده باخد في العادي ان انا المفروض لو هاخد الثمانيه يبقى انا بستخدم الاي جراوند، يعني السنجل اندد انا بيبقى عندي الاي جراوند الانالوج جراوند وخلاص. لكن لو انا بتكلم ان انا كل واحده قدامها واحده ثانيه يبقى ماليش دعوه بالاي جراوند وباخد الجراوند اللي جاي من هناك بس. طيب هنشوف بقى السيكونس اللي بيحصل وايه حكايه الريد والرايت والشيب سيلكت كمان. يعني ايه اللي بيحصل علشان يطلع لي الناتج؟ زي ما قلنا كده الفي ريفرنس ديت اللي هي زي ما شفناها من شويه هي اقصى حاجه ممكن نوصل لها. ومن الفي ريفرنس بنحسب حاجه اسمها الستيب سايز. دي اللي هي عباره عن ايه؟ كل تغيير في الفولتج في الانالوج فولتج قد ايه يقابله تغيير في الديجيتال بواحد. يعني لو انا داخل لي زيرو هيطلع لي صفار. لو زيرو فولت از الانبوت يطلع لي صفار في الاوتبوت. طب ايه الانبوت اللي انا لو دخلته هيطلع لي واحد، رقم واحد مش وحيد، واحد بس اللي هو اول ستيب. نحسبها ازاي؟ هي الاهم انك تشوفها، ما هي مكتوبه قدامكم بس محسوبه ازاي؟ الفكره ان انا عندي اقصى حاجه هوصل لها في ريفرنس دي هوصل لها بعد 256. فعشان كده كل ستيب عندي بتبقى في ريفرنس على 256. اوكي؟ نحسب الستيب بتاعتي. فلو الفي ريفرنس بتاعتي اصلا متغيره، يعني لو الفي ريفرنس بتاعتي كانت 5 فولت فالستيب بتاعتي 19.53 دي اللي هي عباره عن 5 فولت على 256. لو خدنا واحده اسهل، لو الفي ريفرنس 2.56
اللي انا مدخلها السيركت 2.56 معناها الستيب سايز بتاعتي 10 ملي فولت، يعني كل ما الانبوت هيزيد 10 ملي فولت الاوتبوت هيزيد بواحد. اوكي، لحد ما اوصل ان الانبوت يبقى 2.56 الاوتبوت بتاعي يبقى وحيد. اوكي، مفهوم الكلام دوت؟ الفيرفنس دي بتبقى اقصى حاجه انا ممكن اوصل لها وهي داخلي. طيب افتكروا دي لان هنحتاجها بعد شويه، ال 10 ملي فولت دي بالذات. تعالوا نشوف الرسم على طول، كلمتين دول نشرح الرسم. ايه السيكونس اللي بيحصل علشان اخلي الاي دي سي يعمل لي الكونفرجن؟ دلوقتي الاي دي سي في مشكله صغنونه قوي انه بياخد وقت في الكونفرجن، مش زي الداك، مش زي السيركتس العاديه، لا ده الاي دي سي بيشتغل جوه يعمل شغلانه وهندرسها المحاضره الجايه او اللي بعديها، هنشوف الاي دي سي بيعمل ايه جوه لحد ما يعمل الكونفرجن، لكن المهم انه بياخد وقت. فبالتالي ما ينفعش ادي له انبوت واخد منه اوتبوت على طول، لازم استنى شويه لحد لما الوقت يعدي. طب هعرف ازاي انه خلص الكونفرجن؟ بص بقى، السيكونس بيتم كالاتي: التشيب سيلكت بتاكتيفيت باللو، يعني طول ما هي هاي هي مش اكتيفيتد، فانا هدي تشيب سيلكت وهكون حاطط التشانل ادرس السلكشن بتوعي اللي هم شويه الخمسه اصفار وواحد اللي احنا قلنا عليهم، فانا هحط الخمسه اصفار وواحد وادي تشيب سيلكت وادي سيجنال اسمها رايت. رايت يعني خد دي، يعني رايت الانبوت دوت وابدا الكونفرجن. اوكي، هو لما هيجي له سيجنال رايت بالذات هيعرف انه كده هيبدا الكونفرجن، هيبدا الكونفرجن. طيب هعرف منين بقى انه خلص الكونفرجن؟ في سيجنال بتبقى جايه منه هو اسمها انتربت، السيجنال دي بتبقى بواحد، ولما هو يخلص الكونفرجن بيروح منزلها لي بصفر. لما ينزلها لي بصفر انا بفهم ان هو خلص الكونفرجن وجاهز انه يطلع الاوتبوت. خد بالك الاي دي سي مش بيطلع الاوتبوت من نفسه، لازم انا اللي اقول له طب طلع اخر اوتبوت عندك. اوكي، هو يعمل الكونفرجن ويخزنه عنده على جنب. هيطلعه امتى بقى؟ لما انا ارجع اديله بقى سيجنال ريد. فعشان اديله سيجنال ريد بروح مديله تشيب سيلكت، ارجع سيلكت التشيب بتاعته بتاعت الاي دي سي واديله سيجنال ريد. لما اديله سيجنال ريد بعديها بشويه صغيرين بتلاقي الداتا اوت طلعت على ال 8 بتس بتوع الاوت. اوكي، فاحنا دايما السيكونس بيبقى كده، دايما قبل اي عمليه هدي تشيب سيلكت عشان اكتيفيت. لو هي سيلكتد من الاول خلاص خليها سيلكتد، مش فارقه كتير، بس المهم انها تكون سيلكتد، يعني تكون الشيب سيلكت اكتيفيتد بزيرو. يعني ممكن اخليها هنا على طول دايما بصفر، بس في العادي ما بنحبش كده، في العادي بنعمل الشغلانه ونرجعها تاني بواحد نط فيها، انا مش هفضل مشغلها على الفاضي. ف نعم؟ هي اكتف لو. طيب وبعد كده بنحط الادرس ونديله رايت ونصبر لما انتربت تجيلي، لما انتربت تجيلي احط اتسلكت تاني وادي له امر ريد فيطلع لي الاوتبوت على الداتا. ايه؟ لما اكون هعمل، هو على فكره هو بيشتغل على السيجنال دي مع دي، يعني وقت الريد بتاعي المفروض ان رايت كانت اوريدي هاي، انا ببدا الكونفرجن مع الرايزنج ايدج وبطلع الاوتبوت مع الفولينج ايدج بتاع الريد. اوكي؟ طيب واحد يقول طب سؤال كده صغير، ماذا لو غيرت ريد ورايت مع بعض في وقت واحد؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه؟ هيطلع الاوتبوت القديم. هيطلع الاوتبوت القديم؟ ولا الاوتبوت الجديد؟ بالظبط، هو لو انا غيرتهم في وقت واحد بنسبة كبيرة هيطلع الاوتبوت القديم، بس في مشكله صغننه انه اصلا الداتا لاينز معتمده في السلكشن بتاعها على نفس الاسلاك. يعني من الاخر لو ريد لو رايت بدات تشتغل هتاخد اللي موجود على الداتا لاينز اللي هي اوريدي لسه مطلعه دلوقتي، فهتاخد مش هتختار الشانل نفسها اللي انا كان نفسي اختارها، ده هي هتغيرها لي. اوكي، يعني ايه؟ يعني انا مثلا سي حطيت خمس اصفار عشان اسلكت اول تشانل وخمس وحيد هسلكت ثاني تشانل مثلا، فانا كنت حاطط خمس اصفار
وسلكتد اول شانل وطلبت الكونفرجن، وجيت في نفس وقت الريد طلبت الرايت. فهو واحنا بيطلع لي الاوتبوت بتاع الكونفرجن اللي فات اللي هو وحيد 8 وحيد مثلا او 5 وحيد 0 1 اي حاجه. ففي نفس الوقت رحت انا قايل له رايت، فهو مش هيرايت الخمس اصفار ويسلكت اول شانل، لا ده هيرايت الخمس وحيد ويسلكت ثاني شانل. من الاخر هيحصل عك. اوكي؟ يعني تقدر تقول جربش كده ان هو بنسبه كبيره هيطلع لي الاوتبوت القديم، بس ما اقدرش اريلي على كده، ما اضمنش ايه اللي هيحصل. لا ما هو بيقول داتا سيلكشن، انا عايز اني سنسور في الثمانيه. ما هي نفس الاسلاك اللي بنطلع عليها الاوتبوت هي نفسها الاسلاك اللي بسلكت منها انهي سنسور في الثمانيه اللي انا هقرا منه. اوكي؟ طيب بنطلع انا على الادرس بعدين هو كمان يطلع اللي هو هو هيقرا اللي طلعه هو دلوقتي، مش هيقرا اللي انا كنت هقوله ان هو طلع خلاص. anyway يعني من الاخر الحركه دي ما ينفعش نعملها، لازم تبقى عارف بالظبط السيكونس اللي بيتم. وما ينفعش لو انت مثلا طلبت منه تريد قبل ما هو يديك انتربت، ايه اللي هيحصل؟ هيطلع اخر كونفيرتد فاليو قبل كده، الفاليو القديمه. اوكي؟ غالبا. طيب ده السيكونس، دول الكلمتين اللي انا قلتهم. اوكي، ازاي بقى نوصل الاي دي سي ده على 80 ال 82 55؟ فاكرين 82 55؟ شفناها المحاضره قبل اللي فاتت. احنا دايما بنعتبر ان اي ديفايس عندنا عايزين نوصلها نشوف لو هنوصلها على 82 55 باعتبار ان هي دايما الانترفيس بتاعنا اللي بنتعامل معاها. طيب السنسور او نجيبها حتى من الساكن دي، الاي دي سي محتاج يوصل على كام شانل؟ هو محتاج كام شانل على 82 55؟ يعني هنوصله ازاي؟ 8؟ يعني احنا عايزين نوصل الاي دي سي، الاي دي سي هناخد منه كام سلكه عشان نوصله على 255؟ ايه هم الاسلاك دي؟ هو بيطلع 8، يبقى ال 8 دول هيتحطوا في بورت. وايه تاني؟ حلو، عندي الشيبس الليفت والرايت والريد والانتربت، دول اربعه نحطهم في ايه؟ في انهي حته في يعني انا عندي في 82 55 بورت ايه؟ بورت بي، بورت سي، سي لور وسي ابر، هتحطهم في انهي واحد؟ ما هم دول اللي انا بقول اهو، الريد والرايت والشيب سيلكت والانتربت، هنحطهم في انهي بورت؟ سي لور ولا ابر ولا سي على بعض؟ لو هتستخدم الثمانية في الايه هتستخدم الابر، جزء من السي، وبالنسبة لي جزء من السي ده هيكون كافي صح؟ ركز شوية، هل نص السي كفاية عشان اعمل الاربع سلكات؟ اكيد لا. ليه بقى لا؟ ماشي اوكي خلاص، ايه عرفناها اللي هم الثمانية بتس؟ ماشي انا دلوقتي معايا خلاص الثمانية بتوع الايه وصلهم بالثمانية دول. اوكي؟ عدي ريد ورايت وانتربت وتشيب سيلكت. ستة ايه؟ ماشي. لا بالظبط، انا بالنسبه لي الاربع اسلاك دول ما ينفعوش يتحطوا على بورت واحد، لان سكه انتربت عكسهم. انتربت عايزه لها بورت لوحدها، لان انتربت الاتجاه بتاعها انها بتكون جايه من الاي دي سي مش رايحه للاي دي سي. اوكي؟ فهي بتكون انبوت على انبوت بورت، مش هتتحط على الاوتبوت بورت الثاني. اوكي؟ فلازم السلكه دي تتحط في بورت لوحدها انتربت، والثلاثة التانيين اللي الشيب سيلكت والرايت والريد يتحطوا على بورت عادي. اوكي؟ فاحنا عشان كده عادة بنوصله بالشكل ده.
بناخد الثمانية بيتس بتوع ايه؟ الثمانية بيتس بتوع الداتا نحطهم على بوت ايه؟ الثمانية بتوع ايه؟ ودايما بنستخدم ايه بالذات عشان هو اللي بيسبورت الباي دايركشنال. وبعد كده هناخد الريد والرايت والشيك سيلكت كمان نحطهم على واحدة من بوت سي، هو هيحطوها على سي لور، وبنستخدم انترابت ونحطها على بوت، حاططها على بوت بي، وسايب سبعة بيتس فاضيين خلاص. بس لازم تتحط على بوت الواحدة، مفهوم الكلام ده؟ ما ينفعش ادمج الاربعه دول في بوت واحد. تمام؟ كان ممكن ادمجهم حقيقه في بوت ايه، بس يعني ما انا استخدمت ايه؟ واعملهم باي دايركشنال بقى ونقعد نعيش رايح جاي وكده. انا ليه بقول لكم الكلام ده؟ لان الكلام ده بيفرق معانا في الديزاين، لما نيجي نديزاين السيستم بقى على بعضه، احنا كل مره بناخد فتفوته كده، فتفوته مره موتور مره سنسور مره اي دي سي مش عارف ايه، لما تيجي بقى تاخد سيستم على بعضه وتقعد تجمع اجزاء البازل دوت، هتبدا تحس لا انا الحته دي توفر البوت دوت لحاجه ثانيه والكلام دوت. طيب دول الكلمتين اللي قلناهم. اوكي طيب بالنسبه للسنسور زي ما قلت لكم، بتبقى مشكله معايا دايما في السنسور ان الاوتبوت بتاعها بيكون نون لينير، يعني التغيير صحيح في الفيزيكال كوانتي يقابل تغيير في الالكتريكال كوانتي لكنه مش لينير. زي في الحاله اللي قدامنا هنا مثلا، تغيير التمبريتشر غير في الريزيستنس، كل ما التمبريتشر بتزيد الريزيستنس بتقل، بس مش بنفس المعدل، يعني من 0 ل 25 كانت حوالي 30 بقت 10، وبعدين من 25 ل 50 بقت اوفر 4، وبعدين من 50 ل 75 بقت 1.5 تقريبا، 75 ل 100 بقت حوالي يعني 0.8. هي ما هياش لينير. اوكي؟ نعم؟ دي بالنسبه لي مشكله، ليه؟ اصلا انا نفسي ان السنسور او الترانسديوسر اللي احنا نستخدمه زي ما يطلع التغيير اضربه في معادله يطلع لي الناتج. مش محتاج ان اقعد ابص على لوكاب تيبل، ليه؟ يعني عايز ان انا اضربه في رقم اقسمه على رقم احط له معادله كده للتحويل، معادله بسيطه عشان اطلع الناتج. اوكي؟ طيب بنحل الموضوع ده ازاي؟ في حاجه بنسميها السيجنال كونديشننج، دي بتبقى موجوده في الترانسديوسرز، شغلتها انها تطلع لي ان السنسور نفسه يكون لينير. يعني انا في الاخر همسك السنسور، هو الحقيقه ما بيبقاش سنسور بس، هو ترانسديوسر وسيجنال كونديشنر، بحيث انه يبقى مهمته يطلع لي الاوتبوت في الاخر لينير. مثال على كده ال LM34 وال LM35 دول اثنين سنسورز بتوع حراره، الفرق بينهم بس 34 ده بيشتغل بالفهرنهايت و 35 ده بالسيلسيوس. خلينا في 35 عشان السيلسيوس دي اللي احنا متعودين نقراها يعني. طيب هنا كل موديل منهم من ال LM35 ليه رينج وليه اكيوريسي. اوكي؟ يعني مثلا 35 ايه بيقدر يقيس حراره من سالب 55 ل 150 وباكيوريسي 1 ديجري. طيب سؤال، لو احنا عايزين نركب سنسور من دول في تكييف، ناخد انهي واحد من دول؟ التكييف بتاع الاوضه بتاعتنا ده العادي 65 دي. اشمعنى؟ طب بس الاكيوسي بتاعته اقل. بالنسبه لي مش مهم، بس اكيد ده هيكون ارخص واحد فيهم. من الاخر كده انت بتشوف على حسب الكيس بتاعتك ينفعها مين في دول وتمشي حالك بيه. فبالنسبه لنا الاخير ده ارخص واحد فيهم واقل رينج فيهم واقل اكيوسي فيهم، وده اللي احنا بنستخدمه كتير. الحقيقه لو يعني ده A والسي ودي، لو في زد كمان هتلاقيه هو ده اللي موجود في السوق المصري يعني، بس يبقى ده اللي شغال. هي الفكره ان اصلا لو بقيس درجه حراره في الاوضه مش فارقه قوي، لا درجه زادت ولا درجه قلت مش مهم يعني، الناس مش هتموت مني. بينما لو انا بقيس حراره في حاجه سنسيتيف محتاجه السنسيتيفيتي بتاعتها، او في مكان مثلا درجات الحراره فيه زي اوروبا موسكو اي حته زي كده، مش هينفعني الاخير ده، لان هو انا عايز اقيس درجه الحراره تحت الصفر، ده ما بيعرفش يقيسها. اوكي طيب، فبتبقى شغله الترانسديوسر هنا انه بيكون عندي الانالوج وول بتاعي، يكون فيه تمبريتشر بريشر اي حاجه،
بيعدي على الترانسديوسر ويطلع من الترانسديوسر يخش على السيجنال كونديشنر اللي هي دي شغلتها، تطلع لي الحاجه تبقى بشكل لينير اعرف اتعامل معاها، وبعدين اخدها بالاي دي سي واوصلها على البروسيسور. طيب الام اللي ام 35 كان بيقول لي ان الاوتبوت بتاعه بيتغير 10 ملي فولت مع كل تغيير 1 درجه سيليزيوس. كل تغيير 1 درجه سيليزيوس بيتغير الاوتبوت 10 ملي فولت، بيزيد ب 10 ملي فولت مع كل زياده في الدرجه. طيب عايزين نركب البتاع دوت في السيستم بتاعنا. هنركبه ازاي على الاي دي سي؟ عشان نركب البتاع ده هنوصل السيستم بالشكل ده. دلوقتي ده ال ال ام 35 ده بيبقى شكله هو شبه الاند كده بس طالع منه ثلاث سلكات. هتشوفوه في اللاب هو فعليا هو احنا بنرسمه كده لان هو شكله الاسقاط الراسي ليه كده، يعني هو عامل كانه اسطوانه بس مقشوط منها حته، يعني كانه اسطوانه بس متاكل وطالع منها ثلاث اسلاك. تحسه شويه شبه الدايود كده في نفسه بس طالع منه ثلاث سلكات مش سلكتين يعني. اوكي هتشوفوه في اللاب يعني. اوكي ده ال ال ام هو بتاع صغنن قوي كده. المفروض ان احنا بنوصل له على شانل معينه، يعني ده معناها ان الاوتبوت اللي هيطلع منه هيدخل على التشانل. هو عشان يطلع الاوتبوت بيبقى داخل الجراوند، بدخله الجراوند بتاعي والفي سي سي اللي هي 5 فولت، وهو بيبدا يطلع لي الانبوت اللي هيدخل على التشانل ده. وزي ما قلنا الانبوت هيتغير 10 ملي فولت مع كل زياده في درجه الحراره 1 درجه سيليزيوس. تمام؟ اوكي. طيب بقيه السيركت دي بقى ايه اللي حاصل فيها؟ المفروض ان انا باخد الفي ريفرنس واروح اظبطه على 2.56. اشمعنى الرقم ده؟ ليه؟ اشمعنى الرقم ده اللي بيشتغل عليه؟ يعني ليه ما حطيتوش على 5 فولت؟ عشان الستيب سايز بالظبط. ايه الفكره هنا بقى؟ لو انا خليت الفي ريفرنس 2.56 معناها كل تغيير في الانبوت هنا 10 ملي فولت هيقابل تغيير في الاوتبوت بواحد بستيب. اوكي؟ لو انا كنت حطيت هنا رقم تاني سي ال 5 فولت مثلا، ساعتها الانبوت ال 10 ملي فولت مش هتحركه خطوه، ده هو بيحتاج حوالي 20 ملي فولت عشان يتحرك خطوه. فكده كل تغيير في درجه الحراره حوالي درجتين الرقم اللي يطلع لي يطلع بواحد. انا ببقى نفسي دايما ان رقم الدلتا اللي يطلع لي هنا يكون يعبر عن الفيزيكال كوانتيتي، يعني لو درجه الحراره دلوقتي 20 الاقي هنا طلع لي 20 ان باينري مش الاقي حاجه ثانيه. تمام؟ فعشان كده بظبط هنا الفي ريفرنس 2.56 معناها ان انا عايز اضمن ان الستيب سايز بتاعه دي تكون 10 ملي فولت علشان تساوي الستيب سايز بتاعه السنسور. اوكي؟ طيب بتدخله طبعا على ريزيستنس متغيره. اي حد عارف ايه البتاع ده؟ لازمته ايه؟ طب بنحتاجه ليه يعني؟ نعم؟ هو الحقيقه احنا ده الزينر دايت ده عشان الجيوتك فولت فعلا مهمته بس عشان يضمن ان التيار ما يجيليش بالاتجاه العكسي، هو بيضمن دايما ان التيار مش في اتجاه واحد بس عشان يحافظ على السيركت. لكن عادي يعني نظريه يعني الكلام ده يهمكم اكتر في ماده السيركتس، عندنا الموضوع ده مش مؤثر عندي في المايكرو بروسيسور، لكن عشان لو هتعمل الكلام ده باللايف فانت تحتاج تحط زنر دايت بس عشان تحافظ على السيركت بتاعتك. طيب وزي ما قلنا كده وصلنا الحاجات بالتوصيله الثانيه اللي هي على البورت A، والانتربت دي المفروض تتشفت فوق كده، الانتربت دي واصله على بورت B وده على بورت C. في الحاله دي لو التمبريتشر زيرو، لو درجة حرارة الأوضة زيرو، الأوتبوت اللي هيطلع لي هنا هيبقى إيه؟ أصفار، أوكي؟ فهنا بنفس المنطق كده، لو التمبريتشر زيرو يبقى الـ VN هتدخل لي بزيرو، هيطلع لي الأوتبوت زيروز، لو التمبريتشر 1 الإنبوت اللي هيدخل لي أو اللي هو الأوتبوت من الـ LM 35 هيكون 10 ملي فولت
فتخلي الاوتبوت اللي هو 1 7 اصفار و1 تمام؟ مفهوم الكلام دوت؟ ماشي. ده كده كان اول اي دي سي اتكلمنا عنه اللي هو 848. تعالوا نشوف اي دي سي تاني. الاي دي سي 848 كان جواه انترنال كلوك وبيعيش حياته مع نفسه ويقعد يعدي كذا حاجه، بيحتاج 8 كلوك سايكلز على بال ما يعمل الكونفرجنز. الاي دي سي الثاني 808/809 هنا ده اي دي سي معمول وفي في ذهنهم انه يكون رخيص. رخيص يعني اي حاجه بتتكلف شيلها. بسط. اوكي؟ فهنا في الاي دي سي 808/809 هتلاقي برضه الانبوت 8 والاوتبوت 8. اوكي؟ يعني بيسبورت برضه يوصل على 8 ديفايسز في نفس الوقت. السلكشن لاينز بتوعه ثلاثة اسمهم اي ويو سي، خد بالك بقى هم ثلاثة عادي خالص لأن أنا ما عنديش أصلا مالتي مود ولا كل الكلام ده. هم 8 انبوتس بنقي واحد فيهم يطلع وشكرا. مفيش كل الحوارات التانية. في عندي هنا الكلوك بتبقى جاية لي من بره، قال لك أنا ليه أعمل كلوك وأحطها جواه؟ هات الكلوك بتاعت السيستم وصلها بسلك على الاي دي سي دوت. فانت اللي هتدي له كلوك من بره ولازم انت تدي له كلوك، وهو لما بياخد الانبوت بيحتاج يعدي شويه كلوكس 8 كلوكس عبال ما يطلع لك الاوتبوت. طيب هنلاقي بقى هنا شويه حاجات كده يعني كوميديه شويه. هم لما جم يعملوا الاي دي سي دوت مش عايزين نقلد نفسنا في الاي دي سي 848. هناك كان في عندي سيجنال تشيب سيلكت وريد ورايت. اوكي؟ لما احنا حبينا نستخدم بقى ال 808 دوت هتلاقي عندي السيكونس بيتم ازاي؟ احنا كنا اول حاجه بنعملها هناك ايه؟ بنشغله كان بتشيب سيلكت. هنا بنشغله اي ال اي ادريس لاتش انيبل. اوكي دي اللي هي زي الشيب سيلكت لما هشغله. اوكي وفي نفس الوقت اكون حاطط على الثلاث اسلاك دولت السلكشن لاينز. تمام المفروض بعد كده ان كنت بديله سيجنال ايه؟ طيب دي كانت مهمتها تعمل ايه؟ اللي هي عشان تبدا تكونفيرت مش كده؟ هنا بقى سميناها ستارت كونفيرجن يعني فرقت. طيب فسيجنال رايت كنت بقولها له عشان يبدا كونفيرجن، هنا احنا مسميناها ستارت كونفيرجن. وبعد كده هو لما بيخلص كونفيرجن كان بيطلع لي هناك سيجنال اسمها ايه؟ انتربت عشان يقول ايه؟ خلص كونفيرجن. المفروض هنا هيبقى اسمها ايه؟ ده اختصار ايه؟ انت اوف كونفيرجن. شفت الدنيا بسيطه ازاي؟ طب انا عايزه يطلع لي بقى الاوتبوت، هناك كنا بنحط سيجنال اسمها ايه؟ ريد. هنا بقى حاطين ايه؟ اوت انيبل. شوف اهو من غير ما تعرفه هي اختصارات لايستن تكتو. التسميه هنا يمكن اكثر وضوحا من الثانيه. طيب انا ليه بقى وريتكم الاثنين؟ لان انت في السوق لما هتيجي تشتغل لما بتيجي تستخدم تشيب ولا حاجه بيجي لك الشيب وبيجي لك معاها الداتا شيت بتاعها. كل واحد عامل تشيب ومديها اسماء شكل وبيديها اسلاك زياده بتاعت حاجه. فانت لازم تبقى فاهم انك يكفيك بس تبقى فاهم الكونسبت بتاع الشيب ده شغال ازاي، بحيث لو انت لا خدت دي ولا دي وخدت واحده ثالثه خالص تبقى فاهم ازاي تكون مرن في التعامل مع الداتا شيت، تقرا الداتا شيت وتستنتج هو ده يقابل ايه في اللي انا اعرفه. اوكي؟ فهنا دي فعليا تعتبر انا الديجيتال كونفرتر برضو ابسط كتير وارخص وبتسلكت حاجه واحده بس في المره. الكلوك بتاعتها بتكون اكسترنال مش زي الثانيه انترنال كلوك. والاي بي سي دول اللي هم بندخلهم 3 اصفار عشان ان 0 و3 وحايد عشان انبوت 7. اوكي دول الكلمتين اللي قلناهم. مش شرط
عشان يبقى سريع. بس مين قال لك انك ممكن يكون لك اكسس للمايكرو للكلوك بتاعت المايكرو بروسيسور؟ الفكره في كلمه كلوك هنا مقصود بيها ان انت هي محتاجه تحس بسيجنال تيجي عليها تفضل تطلع وتنزل. انت ممكن اصلا توصل الكلوك بتاعتها باي بورت عندك وانت اللي تتحكم فيه. يعني لو انا ما اديتهاش كلوك هي تفضل واقفه مش هتعمل حاجه. انا ممكن اهدي عليها كلوك مش عايز اخلص لي الكونفرجن دلوقتي فما اديهاش كلوك سريع، انا اللي اديها كلوك بطيئه. اوكي طيب مفهوم الكلام دوت؟ يبقى كده احنا اتكلمنا النهارده عن السنسورز، اتكلمنا عن الديجيتال تو انالوج كونفرتر، وعن ايه الانالوج ديجيتال كونفرترز. المره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الموتورز، المره اللي قبلها كنا اتكلمنا عن الانبوت بورتس والاوتبوت بورتس والالكترونيك شيبس بتاعه الديكودنج وال 244 و 373 و 138 و 255. هتلاقينا عملنا نوصف ارقام كده. امال مش حلو بالبوك يبقى اكتبهم معاك في حاجه. يعني عايز اقول لكم زمان ايام ما كنت قدكم كده او يعني بعديه على طول الجيل اللي بعدي كان المطلوب كنا بنحفظ الحاجات ديت بكل بين فيهم بتعمل ايه؟ لانه كان ممكن في الامتحان يجي يسالنا ارسمها لي. ارسم لي الحاجه في ما كانش اوبن بوك. انا لما درست الماده كانت الماده اوبن بوك، كان بيديها دكتور احمد درويش. بس بعد كده الماده ما كانتش اوبن بوك وبعدين كانت اوبن بوك تاني يعني. طيب فانتوا يعني محتاجين لا مش محتاجين تحفظوها ولا حاجه، بس جاست مكتبينها وتبقوا فاهمين هي ماشيه ازاي. المحاضره الاسبوع الجاي هنعمل سيستم بقى على بعضه كده، نجمع كل الحاجات اللي قعدنا نحكي فيها في الاسابيع اللي فاتت ونعمل ديزاين للسيستم ونشوف ايه المشاكل اللي ممكن تقابلك وانت بتديزاين السيستم وازاي ممكن تفكر في كذا ديزاين لنفس السيستم وهكذا. ماشي انا كده خلصنا. حد عنده اي اسئله؟